الإمام بمناسبة الإعلام. لا كيف أنت تعرف العارس محمد ناصر سيد رجع شيخوك تاع بابا هذاك وفرصة فرصة لإثارة أولاً باش يعبروا على فرحتهم وعلى سعادتهم بتقديم يقدم ترشحه لرئاسة الدولة لابد أن يفهم أن الدولة التونسية لجميع التونسيين بجميع أصنافهم. ولابد أن نتعامل مع الجميع خاصة من يخالف الأفراح. ويعتقد ان من وجهنا لهم الدعوه لهم اهتمام خاص بالشان العام ويهمهم مستقبل بلادهم. وما اعتقدش ان الوطنيه هي حكر على نوع او نوع اخر، هي قدر مشترك بين الجميع. لاول مره في التاريخ التونسي عنده الحق مش يقرر مصير بلاده، لأن معقول هو غير في ذلك، هو كان رئاسية ودي بعدها التشريعية، لكن هنالك حركات سياسية فرضت أن تكون الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية، ومشات معها بعض الأحزاب ومشات معها الرباع اللي مكلف بالحوار. لكن احنا بالرغم من هذا نحن قررنا وأننا مش نشاركوا في هذه الانتخابات حبة من حبة وكره من كره. موقع الانتخابات نتاع 23 أكتوبر 2011 هما مع انهيار البرلمان. يحبوا تونس تعتمد النظام البرلماني اللي يكون فيه السلطة عند رئيس الحكومة مش عند رئيس الدولة. لكن الدستور متعرف يتعدى من عدة مراحل. المرحلة الأولى هو عمل الدستور يوم 21 جوان اللي الشعب كله رفضه وصحوا فيه وتعرفوه تصويرة كبيرة وكذا. وبعد ذلك الدستور هذا التوافقي اللي فيه وعيه وراء لكن قبلناه باعتباره ارتكاب لأخف الضررين ومازلنا يكون عندنا دستور ومازلنا نوصل. فالدستور هذا أعطاه للرئيس وضعية تكميلية يعني اللي تعدل وضعية الوضعية بتاع النظام البرلماني. لكن برغم هذا حبوا يقدموا الانتخابات التشريعية على الانتخابات لأنهم يحبوا يهمشوا الانتخابات الرئاسية. أعمل لهم شهر. أولا الساعة روزنامة توا كاش الساعة نهار 26 أكتوبر انتخابات تشريعية. شهر بعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وشهر بعد في 28 ديسمبر بقيت الانتخابات الرئاسية. شكون التونسي توا هو كيف يجيهم كلهم في المرة الأولى مش سهل. أما صعيب باش يجيهم المرة الثانية وصعيب باش يجيهم المرة الثالثة. وهذا الغرض منه هو التهميش الانتخابات الرئاسية. ثم خرجوا من مشروع اللي سميوه مشروع التوافق الرئيس التوافقي، احنا عندنا قانون. يعني ايش معنى رئيس توافقي؟ هو الرئيس المنتخب، يعني بصفة عالمية وعامة والانتخاب الحر باش فعلا
هل يكون ثم رئيس دولة اللي هو منتخب يعني انتخاب حر ونزيه وعام باش يكون عنده ربما إشعار وعنده سلطة اللي ربما توزي النظام تاع رئيس الحكومة. هو في الحقيقة شنو هو رئيس الوفد؟ وما عندنا رئيس الوفد هو تو اللي موجودين تو شنو؟ اتفقوا قبل ما ينتخبوهم هنا في المجلس التأسيسي. هو رئيس ما يجيش ما يجيش لأننا نحترموا المؤسسات بتاعنا مهما كان يعني قد يكون عندنا حق ما يعجبناش فلان او فلان لكن لابد وقت اللي يحتل منصب رسمي نحترم المنصب قبل الاشخاص. كان عندما رئيس وافقي هو شو كان رئيس حالي هو يقول انا اول رئيس انتخب بطول مش انا هو انتخبوه كعضو في المجلس التاسيسي هذاك وفلاعه تقفوا ثلاثة ومعروف أن قبل ما يقع الانتخاب متاع أي منهم في المجلس التأسيسي أدعوا لنا زيارة مجانا واستقرنا خير كنا على طريق ولا أخلاق جديدة وعلم هنا قال هذا مش يولي رئيس الجمهورية ولا مش يولي رئيس الحكومة ولا مش يولي رئيس المجلس التأسيسي حيث توافقين كل إذا كنتم توما راضيين بالتوافق هذا يوقع أنا أعتقد وأنا عندي أمانة أنا مسؤول عنها والأمانة دائما عندها فقير تعرف العرض وقع قلبي ولو كنت أنا موجود ما نعملوش أما هما قبلوا أن يخلق من المشكلة تاع روسيا يعني قبلوا باش جماعتهم ولاو معناها رجعوا للإدارة كله في مراتب عالية وقبلوا مش عاطيهم يعني جعلات الكل أما وقت اللي قالوا هيك عدم من الجبس حمد عليكم اللي واجب يدي يعني النادي ما يحسبش الإنسان ما يحسبش لكن في شغلنا وأن شيء متفقين عليه ما عملوش بل عملوا العكس وقتها قياما بالواجب وبالأمانة رجعنا وكونا الحركة هي حركة في السونداج هذاك صار الاراء في باجي قلنا لو والحزب تاعو ديما لو حكم كان حتى جات الانتخابات اللي هي تعني في الانتخابات والعيوب تاع ربي كلها لا عملنا هذه ما كان نكونش علينا يعني عائلتي خلاف ولدي خلاف وانا خليل ووالدات تونس خلاف حتى شبع كرم الله ولكن راح يسأل علاش الأمور هذه؟ أنا في كل حاجة لازمكم تسمعوها توا. لازمكم تسمعوها توا. أنا مهدد بالموت. لكن شلفي روسه. أنت أنا خاف من الموت. هو معايا العروس. هو خرجنا من الناس. ما هو خلاص وخرجنا من الناس. إيه تكبر يا إسرائيل. بصفر ورجعت تاني توا العروس. أنت ولا لا اسمع. المصالح الرسمية الأمنية نتاع رئاسة الجمهورية أخيرا علموني وما يجوش كل اللي عنده علاقة مميزة معهم علموني قالوا لي راك تختار ولكن راك ثم هما قالوا انقلاب حركة انقلابية أنا ما نسمع انقلاب أنا عارف ايش معنى الانقلاب ايش معنى فما حملة ضد أولا ساعة ضد ميداتوز ديستابيليزي وهذه عندي يقين لان ثم اللي منا مدسوسين فينا هما اللي قايمين العمليه هذه نعرفهم واحد يعني استهداف شخص وقالوا لي ولكن ما يليقش انا عندي حكم الدوله ما نفقوش قالوا راه ثم فلان وفلان في الاجهزه الرسميه تاع الدوله هما اللي داخلين في العمليه هذه
أن نداء تونس بخير وإن شاء الله يكون في المقدمة في الانتخابات. هناك علاش ما كانش ممكن باش أنا ما نترشحش على خاطر باش يكونوا ولا شيخ بينا تو. وقالوا لي زيد الملائكة لا تو ما ترشحش باش يكونوا يقولوا ما مستمر بالمشروع اللي احنا قايمين به. أشنو المشروع اللي احنا ماشيين فيه؟ واللي نختلفوا فيه مع بعضنا؟ احنا الحركة بتاعنا تندرج في سلسلة الحركات الإصلاحية اللي بدات من وقت خير الدين باشا. توا احنا مع بناء الدولة العصرية متاع القرن 21 في مفهوم الدولة متاع القرن 21 باش نحاول نتحقق الدول المتقدمة. أنا ما عروش إلى ما لنهاية كذا هو نحن على التالي. هذا على ناس تونس على ناس على ديانة عبرانية إيش عندهم 2500 سلامة بدأت في قربة مرحبا بهم قاعدين ونتعايش معكم والدين الاسلامي صحيح نتعايش مع كل الأديان والدولة كاملة مش تدافع عن الدين الاسلامي وما تخليش يكون متاجرة بين التجار اللي هما ديانتهم مشكوك فيها. يلزم التعليم متعهد الدين يلزم معهم الدولة دولة القانون يعني مش نسكن سواسية عن القانون والدولة العادلة. علاش؟ على خاطر إذا كان نحبوا نمشيو ديمقراطية ما ماشي ديمقراطية بلاش دولة قانون مؤسسات وما شيء يعملناه يعني توا في 23 تور ما عنده حتى علاقة بالديمقراطية يعني الانتخابات ماشي ديمقراطية. ليش؟ لأن الإيقاع هو كون المشهد السياسي ما كانش متوازن أما حزب واحد منظم وعنده ديسيبلين وعنده كذا ونحن ما عندنا إلا همجية فقيه انتخبها خلاها هو الأغلبية وإذا دي ليش واحد الديمقراطية نجي إن هو تقديم أسباب ترشحه وأعتقد ملخصها في أربع مستويات. المستوى الأول هي ما اعتبره الأداء الواجب باعتبار أنه هو عنده مدة الآن وهو بعد الثورة الأمسية خاصة دعي للأداء الواجب الوطني في العقوبة الأولى هو ترأسها وكانت أدى المطلوب منه بتنظيم الانتخابات وتسليم السلطة ثم مرة أخرى لما حس أنه ثم عدم توازن الحياة السياسية بتأسيس نداء تونس اللي حقق التوازن السياسي ثم ببلوغ الحوار الوطني اللي خلى الانتخابات هذه تكون موجودة واعتبرت أنه في خط التصاعد هذايا الواجب لكن أنه هو يواصل نفس العمل باعتبار أنه اختار محتفظ تونس. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كما لاحظت أنه أكد أنه المبادئ الخمسة اللي هي يقوم عليها التزامه هي المبادئ بتاع الوطن، المبادئ بتاع الاخلاق، المبادئ بتاع تحقيق الرخاء الاقتصادي، المبادئ بتاع الحريه، ومبدا الاشعاع الحضاري والتميز بين الامم. واخيرا اكد انه هو اضافه المبادئ اللي سرد عليها عنده محاور ماشي يركز عليها اهتمامه كرئيس الجمهوريه يتعلق بالشباب، يتعلق بالمراه، يتعلق بحق الشغل، ويتعلق ايضا بمقاومه الارهاب والنظام، وكرر اكثر من مره عباره أن الدولة العادلة أو الدولة المسؤولة وفي الواقع شعار حملته هي الدولة المسؤولة مسؤولون أمامكم ومسؤول عنكم